عايز ابدا معاك فيما يخص اوباما، بما اننا ذكرنا قصه محمد ابراهيم وكابتن حسام حسن وجوارديولا. وجود اوباما النهارده كمهاجم رايك فيه؟ وجود اوباما كمهاجم، تعال نشوف خريطه لمسات اوباما في اللقاء، واحنا نفهم مننا ايه المشكله وايه اللي ممكن الزمالك يستفاده من اوباما. تعال نشوف خريطه اللمسات وهستعرض معاك يعني شفويا كده دي خريطه لمسات اوباما في اللقاء. خريطه لمسات ممتازه بس مش لمهاجم، يعني الراجل لمس الكرة كتير وارقامه جيده جدا، دي اللمسه الوحيده داخل منطقه الجزاء، هي لمسه الهدف اللي هو دي اللمسه الوحيده يعني جوه منطقه الجزاء. مهاجم ما لمس الكرة جوه منطقه الجزاء غير في لمسه واحده. اوباما على فكره قدم مباراه جيده، ارقامه استلم الكرة 30 مره منهم 29 مره صحيحه، مراوغاته 5 من 6 يعني عمل 6 مراوغات، هو الاعلى في لعيب الزمالك، وخمس مراوغات في مباراه واحده صحيحه، ده رقم جيد جدا في الدوري المصري. يعني تمريراته 26 صحيحه من 30 بس كلهم شورت باص تلميس، وكسب كرات كسب الكره 7 مرات، فارقام اوباما جيده. ولكن افتقدت الزمالك اللي دافع عليها هجوميه وخصوصا في الشوط الثاني. طب الهدف اللي جابه اوباما جه امتى؟ جه لما زيزو ونضاي جوه المنطقه. يعني تعال نشوف الهدف الثاني، قوه اوباما اللي هو قوه اوباما ان في لعيبه جوه المنطقه وهو يقدر يجي بقى يزيد. فانا بتخيل ان التغيير بتاع شيكابالا ده كان بداله تغيير بسيف الجزيرة يا كريم، وبقى فيه مهاجم او ناصر منسي، واوباما موجود في الملعب في الدور اللي هو بيجي فيه من تحت وبيكمل، او الكرات اللي اتيحت لعمرو السيسي زي العرضيه اللي رفعها عبد الشافي لعمرو السيسي، اوباما هو اللي يقوم بالدور اللي هو اللاعب لا نوقف قبل لقطات عمرو السيسي، خلينا نوقف استنى بقى لسه عمرو السيسي دي قصه ثانيه. فاوباما قوته كلها بتيجي لما يبقى فيه راس حربه وهو الراجل بيكمل معاه. لو كلنا نفتكر افضل فترات اوباما كانت فتره جروس، فكره في راس حربه كان كامونجو كاسونجو، والراجل ده كان بيجي في وجود انصيادات زي كهربا بيزيد جوه منطقه الجزاء، اوباما بيعرف يعمل دي صح. انما اوباما راس حربه على قد مجهوده النهارده في استلاماته وكان حرصه وخد كرات كتير، ولكن في النهايه انت بتفتقد فعاليه، الراجل ما بيلمس الكره جوه منطقه الجزاء. وده ممكن لو نفتكر منظر الزمالك في الشوط الاول بلا اي خطوره بلا اي محاولات بلا اي فاعليه، فالزمالك طريقة لعبه بتحتاج راس حربة، وهو الراجل كان في نهاية الموسم وصل لشكل ما جيد، مش هنقول ممتاز ولكن جيد في وجود راس حربة. هنقول الجزيري عنده مشكلة مادية شوية، هو من اللعيبة اللي ما خدتش فلوس خالص. ناصر لعب مباراة بيراميدز بشكل معقول، ما كانش سيء، وكانت فرصة لناصر ان هو ياخد مباراة اخف من الضغط الكبير اللي كان عليه في مباراة بيراميدز. ما بدأتش بيه مفيش مشكلة، تغييرك اللي كان في الدقيقة 60 والنتيجة 0-0 كان الافضل ان انت تحط راس حربه وتستخدم اوباما، وقدراته كانت هتبقى اكتر تميز في النقطه دي. فاعتقد ان اوباما هيبقى مناسب جدا ممكن في لقاء زي ارتا سولار اللي هو مهم للزمالك، بس لازم يكون في راس حربه واوباما يستفاد من قدرته على التهديف. والنهارده هدف مهم لاوباما ان هو سجل تاني بعد غياب فتره كبيره، ولكن لازم يبقى هو جاي من ورا مش مراقب ويزيد في منطقه الجزاء.